حبايبي ثانوية عامة، أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، أهلا بيكو في قناة يوتيوبي هاني منسي. أهلا وسهلا، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. بقول لكم حبايبي أصحاب ثانوية عامة، عندنا دلوقتي التابلت وقدامنا التابلت، وهندخل إزاي على الامتحان وندخل إزاي نمتحن. يعني معادنا النهاردة نمتحن إزاي ثانوية عامة. اول حاجة بدخل، فتحت التابلت طبعا، بدخل على اكزام، دخلت على اكزام، هكتب بعد كده اليوزر نيم والباسورد بتاعي واعمل تسجيل دخول يوزر نيم والباسورد. بعد كده هيبقى في كود الامتحان اللي متكون من 9 ارقام. في كل حالة او في كل خطوة بعمل نيكست او سبميت، التالي اللي بعده هستنى يا ابطال لغاية ما يحين وقت الامتحان. بدأ وقت الامتحان، هدوس بيد واتكل على الله، سمي واتكل على الله، موضوع سهل جدا لغاية كده. طيب بدأت بالاسئلة، الاسئلة ونوعياتها زي ما انت شايف كده قدام منك. اولا نوعية الاسئلة، في ثلاث انواع من الاسئلة. الاسئلة العادية جدا اللي هي الاختياري، طبعا مفيش اسهل منها ومعروفة جدا، مفيهاش ادنى مشكلة خالص ان انا بختار من متعدد اذا كان اربع خيارات مثلا. بعد كده في الاسئلة المقالية اللي انا محتاج اكتب فيها، والاسئلة دي طبعا بيديلك بيفتح لك صندوق ادوات بيفتحه، بتختار منه نوعية الخط وكأنك بتتعامل مع وورد عادي، برنامج الوورد العادي. تمام كده، دي النوعية التانية من الاسئلة. في كل مرة انا بدوس سبميت، طب في امتحان او في سؤال انا عايز اراجعه مرة تانية او اكد عليه مرة تانية، لا بقى استنى شوية وادوس علامة العلم عشان ارجع له تاني. تمام، قبل الامتحان وانا براجع ارجع له تاني. حلو جدا. طيب انا خلصت، طب ايه تاني انواع الاسئله اللي موجوده عندي؟ طبعا في انواع الاسئله اللي هي بتحتاج ليها رسم بياني، مثلا في رسم بياني او رسمه معينه، احصائيه بيانيه، رسم تخطيطي، ايه المواد دي اللي انا بحتاج فيها الرسم، خط القلم اللي انا برسم بيه بالقلم، رياضه احياء كيمياء فيزياء، دي اللي انا اقدر استغل فيها الشكل ده والقلم اللي انا مثلا ارسم خط كده ارسم خط كده، انا بقى اتحكم في الخط وارسم رسم بايدي. بعد كده في، انا خلصت كده كل الاسئله بتاعتي، فهاجي هنا هراجع. براجع الامتحان كله بتاعي من في الاخر خالص. العلامة الابيض دي معناها اني الاسئلة دي ما جاوبتش، طيب يعني محتاجة اجابة ادوس عليها وارجع لها اجاوبها وافكر فيها. كمان زي ما انا قلت لكم كمان من شوية، اني الاسئلة اللي انا كنت متردد فيها وعملت لها اضافة العلم ده هرجع تاني ليها، انا مجاوبها قبل كده، واعيد اجابتها بشكل تاني او بشكل ادق او بعد تفكير طبعا. بعد ما خلص خالص خالص وخلصت وتأكد بدوس انهاء او سبميت. سبميت او انهاء معناه ان انا خلصت الامتحان بتاعي وما اقدرش ارجع له تاني خالص. تمام، طيب الخطوة اللي قبل انهاء، لو انا الامتحان بتاعي خلص، اولا كل امتحان او كل سؤال انت بتجاوبه بيتسجل اوتوماتيك الا اذا حصل عليه تعديل او انت غيرت الاجابة. طيب لو ما حصلش عليه تعديل وغيرت الإجابة والوقت بتاعك خلص، الوقت بيقفل أوتوماتيك. في حاجتين بتعملهم أنت، أو في رسالتين بيجولك قبل الامتحان ما يخلص بعشر دقايق وقبل ما بيخلص بدقيقتين، وبيديلك علامة حمراء فوق كده تنبيه أو خلي بالك الوقت بيخلص منك يا بطل. فطبعا بتلم نفسك بسرعة وتراجع الحاجات اللي انت ما راجعتهاش علشان تقدر تنجز في اجاباتك. وبعد ما خلصت زي ما بقول لك بتراجع، تقدر تراجع تاني كل
الحاجات اللي انت عايز تراجع عليها قبل ما تدوس انهاء او قبل ما تدوس سبميت. في النهايه بيقول لك يعني ده مثلا حد امتحن عربي وعدى في اولى ثانوي 2020 في الامتحان التجريبي، وبيقول له انت كده عديت وقد قدمت تقييمك بنجاح. طبعا ده بيحصل في الامتحانات التجريبية بس، لكن في الامتحانات العامة والنهائية ما بيحصلش التقييم ده، لا، لان في اسئلة بتحتاج معلم يصحح. تمام كده، الوقت من اول ما بدأت وقت الامتحان من اول ما يدوس سبميت بيبقى بيعد تنازلي على الشاشة فوق، وعشان تخلي بالك من الوقت بتاعك. كده يا بطل تقدر تدخل تمتحن امتحانك الالكتروني. خلي بالك تركز كويس جدا، تراجع الامتحانات كلها قبل ما تعمل سبميت، ولازم كويس جدا تراجع انك انت متأكد من كل حاجة، مفيش حاجة صعبة بإذن الله، وفكر كويس وبالتوفيق وربنا معاك. جود لك، وتعملوا سبسكرايب اشعر الجرس يعني يوصل لكم كل جديد. جود لك.